منطقيا، ما الذي يريده الصدريون بعد انسحابهم بشكل نهائي من العملية السياسية؟ هل لديهم مستقبلا لربما مرشح يطرحوه لداخل قبة البرلمان؟ هل لديهم نية للعودة وسحب أو إبطال البدلاء عنهم؟ ما الذي يخطط له الصدر؟ هنالك خطوات غير مفهومة حتى هذه اللحظة. يعني هو أصبح واضح، يعني مسألة تقديم الاستقالات وحلال البدلاء عن الكتلة الصدرية، يعني صعب جدا اليوم الحديث عن عودة الصدريون إلى قبة البرلمان. بالتالي هو المشروع الضغط الآن، وهو طبعا مشروع يعني ربما يتصدره الصدريون حاليا، مسألة الضغط على القوى الأخرى من أجل تشكيل أو من أجل الإسراع أيضا في مطالب الصدر. هو يمكن قبل فترة أيضا تم عرضها في صلاة الجمعة يوم 15 تموز، يعني تبدو هي أيضا مطالب تعجيزية إذا ما يعني رجعنا للمطالب التي قدمها السيد الصدر بالنسبة للآخرين. فهذه هي تعكس أيضا أزمة ثقة. بالتالي اللي ربما إذا أردنا أن نستعرض ما هي مطالب الصدر فهي تم عرضها في السابق. فهذه جميع هذه القوة هي نقطة الخلاف التي تمثل لهم، يعني أما إذا ما يطرح الصدر من مشاريع يعني تبدو في ظاهرها هي أنها يعني مشاريع إصلاح ومشاريع للمغادرة نهج المحاصصة أو السياق السابق في تشكيل الحكومات في أقل تقدير، يعني لربما يعني لأننا لم نشهد يعني هل في السياسة النوايا وحدها لا تكفي. طيب. يعني هناك إجراءات ممكن أن يقبل عليها كل طرف من أجل أن إذا كان لديه مشروع إصلاحي أو إذا كان لديه رغبة في تشكيل حكومة أو رغبة في إجراء انتخابات مبكرة، عليه أن يتقدم بخطوات إجرائية أكثر ملموسية، بالتالي حتى يعني يطمئن أقلها الشارع.